بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والحمد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أما بعد، إننا نريد أن ننوه لشيء مهم، أنه مهما اختلف المسلم مع أخيه المسلم لا يجوز أن يخرج هذا الاختلاف إلى حيز اللعن والشتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك عندما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالشتام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حدث ذلك عندما ذهب فضيلة العلامة الشيخ إلى المسجد الأقصى كي يزوره بطلب من الحكومة الأردنية مع وزير الأوقاف الأردني. قد يتفق معه بعض الناس وقد يختلف معه البعض، ولكن في نهاية الأمر يجب ألا يخرج هذا الأمر إلى حيز التخوين إلى شخص فضيلته. فالإمام العلامة مما لا شك فيه رجل عاش للإسلام، ورجل عاش بالإسلام، عاش يخدم الإسلام، وعاش في خدمة الإسلام. لذلك يجب علينا ألا نتطاول عليه، يجب علينا ألا نتطاول على الرموز. فهو من هو في علمه وفي مكانته هو أهل للتوقير، هو أهل للشكر، لأنه خدم الإسلام وما زال يخدم الإسلام وما زال يعمل في حضيرته. ثم أن الذين تطاولوا على شخص فضيلته هؤلاء لم يقدموا شيئا للإسلام. انظر ماذا قدموا للإسلام، انظر إلى فتاويهم السابقة بشأن المسجد الأقصى، تجد منهم من قال على الاستشهادي الذي يستشهد عندما يفجر نفسه، في الذي يسرق ماله، في الذي يغتصب عرضه ويغتصب أرضه، قالوا أنه انتحاري. انظر إلى فتاويهم السابقة وانظر إلى مخازيهم السابقة. عندما أفتى أحدهم بأنه على الفلسطينيين أن يتركوا فلسطين وأن يرحلوا، ولو فعل المسلمون في كل بلد يحتل وتركوا هذا البلد للمحتل لتحول المسلمون في كافة أرجاء المعمورة إلى لاجئين. لتحول المسلمون في العراق عندما احتل العراق، عندما احتل الأمريكان العراق، لتحولوا إلى لاجئين. لتحول المسلمون في أفغانستان عندما احتل الأمريكان أفغانستان، لتحولوا إلى لاجئين. هؤلاء الذين يتعدون بالألفاظ على شخص الإمام العلامة، هؤلاء لم يقدموا شيئا للأقصى في يوم من الأيام. هؤلاء لم يخدموا الأقصى، هؤلاء لم يجاهدوا من أجل الأقصى. هذا أمر في نهاية المطاف ونحن نتكلم نقول أن هذا أمر مما يختلف الناس فيه، ويجب علينا أن نتأدب بأدب الخلاف. لا ينكر أحد على أحد فيما اختلف فيه بين المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.